يقولوا علينا احنا الجزائريين ديما مزروبين، خاطر نحبوا نفرو شغالتنا وشغالات حبابنا كاملين. صح كاينة كاينة، وصح وين نروح تلقانا غاشي دايرين كاينة، خاطر نحبوا نكونوا ديما من المؤمن ومتحابين، ونحبوا نشكو بزاف قصرة وخلطة وزعاب. صح شايبين في الغصون احنا وعلى بالنا، ويقولوا علينا مقلقين خاطر نحبوا نوصلوا لواش رانا حابين. صح كاينة كاينة، وديما نزيد عليها نحبوا نطلقوا بالنا باش يفرحوا حبابنا. وقت احنا وعلى بالنا حبوا الهلو وتهوال، يقولوا علينا ولاد الحال ديما زايين. صح كاينة كاينة، ايه احنا حاجي لونجا بنت الغول، احكي الغاز وحكايات، كلامك يفتح العقول والغازك حكمة ومعلومات، من المستقبل جا مرسول وعلمنا بزاف حاجات. انا الامبراطور منصور كاتب كل البقالات، ما يخفى عني مسطور مارق بكل العبسات، جاوا عندي من كل برور اتحديتهم والخاسر مات. وين راهي لونجا بنت الغول؟ ها تخبرني بالاحجيات. مولاي انا الاميره لونجا، عندي بزاف حكايات، جيتك من عصر النهضة علم ونور واختراعات. التلفزيون وشنو هذا؟ التليفون ايباد ومعاه التابلت. يلا وش عندك تقول؟ انا الامبراطور منصور عندي كل الاجابات. هي لونجا بنت الغول ودارت عليك اليامات. الامبراطور منصور اذكى الاذكياء عبر العصور، الكل الالغاز يلقى الحلول، يتحدى كل الناس وكان دايما عنده ما يقول. الحق لاخبر اللونجة بنت الغول، اميرة الكلام المعسول ومولاة الحكمة والراي المعقول، وجات من المستقبل للتحدي للمصير المجهول. الإمبراطورة بدر البدور. اتفضلي اتفضلي يا أجمل إمبراطورة عبر العصور. كيش ما تعمريني مولاتي؟ شكرا شكرا. تعبك راحة. حكيم زمان مولاتي الإمبراطورة بدر البدور. أهلا بك حكيم زمان، تفضل تفضل نحتاجك. الله يسلمك. كل خير. على بالك باللي الإمبراطور منصور راهو معروض اليوم عند ملك عين بنيان؟ أكيد على بالي، وراهو كلفني باش نسمع لغز اليوم ونحكيه له حرف بحرف، وأنا راني معول عليك باش تعاوني. لازم تسمع لغز مليح مليح ومن بعد تحكيه له كيما راح تقولوا لونجا. ياك غير على كلام لونجا اللي ما توصينيش. أنا نحبها ونحب كلامها. الأميرة لونجا بنت الغول. سلام يا حضرة الإمبراطورة. تفضلي تفضلي. مرحبا بك لونجا. مرحبا. تفضلي. لونجا هذا كادو تاعي. لا لا يا حكيم الزمان، هذه هدية زواج الإمبراطورة بدر البدور. وانت راني دايرتك في الحساب؟ دايرتني في الحساب. شكرا لونجا. تشكر لير. العفو. يلا لونجا يلا سمعينا اللغز اليوم، الإمبراطور راهو كلفني باش نسمع اللغز ونحكيه له من بعد كيجي. بكل فرح وسرور، اما لا سمعوا مليح ركزوا وشفاو. صندوق يمشي فوق الماء، يرفد سلعة وعباد، في كل وقت صيف وشتاء يسافر من بلاد لبلاد، يغلب الريح والموجة في البحر وحتى في الواد،
الرحلة معاه فيها متعة. أحجز، يلا خذ ميعاد. موعدي هذه لقيتها اليوم يفرح بينا الإمبراطور. وشنو؟ يلا يلا لونجا، هذا ما يكون غير سمك القرش. ضحكتني والله. تعيش لي الضحكة. صندوق يمشي فوق الماء يرفد سلعة وعباد، في كل وقت صيف وشتاء يسافر من بلاد لبلاد، يغلب بالريح والموجة في البحر وحتى في الواد، حتى في الواد رحلة معه فيها متعة. احجز يلا خذ ميعاد، خذ ميعاد. فوزير رمضان 2016 تضرب لكم موعدا مع المفاجآت، هدايا كثيرة في انتظاركم يوميا، تلفزيونات، مكيفات هواء، هواتف نقالة، ورحلات سياحية. والمفاجأة الكبرى سيارة في سحب يوم العيد من إهداء الشروق تي في. شارك وبعد برسالة قصيرة على الرقم 66028 من جميع متعاملي الهاتف النقال، وارسل سي H1 للاقتراح الأول أو سي H2 للاقتراح الثاني. حظ سعيد للجميع. سحر بانكم. ركز وفكر، ركز وفكر بالك تفرح، افهم واشرح وراجع المعلومات، شارك والعب امرح وفرح، تقدر تربح تقدر تربح اذا صدق الاجابات. يقولوا علينا احنا الجزائريين ديما مزروبين، خاطر نحبوا نفرو شغالتنا وشغالت حبابنا كاملين. صح كاينه كاينه، وصح وين نروح تلقانا غاشي دايرين كاينه، خاطر نحبوا نكونوا ديما من المؤمن ومتحابين، ونحبوا نشكو بزاف قصرة مخلطه وزعاب، صح شايدين في القصور احنا وعلى بالنا، ويقولوا علينا مقلقين خاطر نحبوا نوصلوا لواش رانا حابين. صح كاينه كاينه، وديما نزيدوا عليها نحبوا نطلقوا بالنا باش يفرحوا حبابنا، هكذا احنا وعلى بالنا، حبوا الهلو والتهوال يقولوا علينا ولاد الحال في مزايا. صح كاينه كاينه. ايه احنا. هذا البرنامج قدم لكم برعاية إيريس. إيريس لامبرانت دو لا كاليتي. قدم لكم هذا البرنامج برعاية سيفيتال.